أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. لا شك أن للتسوق عبر الإنترنت مزايا وعيوب، ففي حين أنه يوفر الراحة بالإضافة إلى الوقت والجهد، إلا أنه يثير مخاوف كثيرة، خاصة التخوف من النصب أو الابتزاز. فعلى سبيل المثال، هناك بعض الإرشادات التي يجب أن يعلمها كل من يريد أن يشتري أو يبيع شيئا إلكترونيا. فمن المهم أولا التأكد من عملية البيع والشراء ومنصات التوثق والروابط والروابط التي نضغط عليها كثيرا. فبسبب جائحة كورونا زادت شعبية التسوق عبر الإنترنت، ومنذ نهاية عام 2019 وظهور فيروس كورونا واتخاذ إجراءات إضافية من خلال التباعد، أصبحت التجارة الإلكترونية بديلة للتسوق اليومي المباشر، وهو ما دفع غالبية التجار لإنشاء مواقع إلكترونية لبيع منتجاتها. لكن ما زالت عملية الشراء الإلكترونية أو ما يعرف بالشراء أونلاين غير محكومة بقوانين تساعد في حماية المواطنين من التعرض للنصب أو توصيل منتجات مختلفة عن المعروضة بالمتاجر الإلكترونية، خاصة أن مواد قانون حماية المستهلك تنص تأكيدا على التعاقد من أجل ضمان عملية الشراء. مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا المهندس تامر محمد، سكرتير عام الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. الحقيقة مجال واسع جدا، التجارة الإلكترونية قد تكون مجالا للخداع والنصب عبر المواقع المختلفة. بداية كده نتكلم عن التجارة الإلكترونية، يعني إيه تجارة إلكترونية؟ التجارة الإلكترونية عبارة عن البيع والشراء من خلال موقع موجود على الإنترنت، بيبقى معروض فيه المنتج اللي أنا داخل أشتريه، مفروض ليه بعض الاشتراطات الخاصة تكون معلنة على هذا المنتج علشان خاطر حفاظا على حقوق والالتزامات اللي موجودة على البائع. طيب، لو حبينا نتكلم عن جهد الدولة، بالتأكيد يعني بدأت مصر خلال الأونة الأخيرة خطوات واسعة جدا جدا في حماية المواطن والمستهلك من النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المواقع الإلكترونية. كيف تثمن هذا الجهد؟ ونتكلم بشكل أكثر تفصيلا عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة. تمام. في عام 2018 أواخر 2018 أو 2019 حصل تعديل على قانون حماية المستهلك. نعم. وتم إضافة مادة خاصة بالتعاقد عن بعد. التعاقد عن بعد، تمام. التعاقد زي ما حضرتك ذكرتي في المقدمة إن ما في إن عملية الشراء عشان تتم لابد لها من تعاقد. طيب، إيه الوضع لتقنين التعاقد عن بعد؟ فتم وضع بعض الاشتراطات للمواقع الإلكترونية اللي بتبيع اللي بيتم من خلال من عليها البيع أونلاين. بقى مطلوب من البائع إن هو يذكر اسم شركته، عنوان الشركة، البيانات الخاصة بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية، زائد بيانات كاملة وافية عن المنتج اللي هو بيبيعه. جميل. من مواصفات معلنة، المواصفات اللي بتبقى معلنة في الكتالوج الخاص بالحاجة اللي بيبيعها، أو لو ما كانش ليها كتالوج لازم يعمل لها توصيف كامل للمنتج. والبيانات ديت هي تعتبر هي السند أو سند التعاقد اللي بين الطرفين، اللي البائع والمشتري. طيب، ده فيما يتعلق بالتعاقد بين البيع البائع والمشتري، ولكن إذا حبينا نتكلم بقى يا فندم عن مرحلة التسليم، إذا استلم العميل هذا المنتج واكتشف أنه غير مطابق للمواصفات، اكتشف أنه هو اكسبايرد أو منتهي الصلاحية، استبدال المنتج بمنتج آخر غير المتعاقد عليه، إيه هي الضمانات يا فندم؟ يعني مهم جدا ساعتها إلى من يتوجه هذا العميل تحديدا؟ تمام. برضو من بقية الحاجات الاشتراطات اللي موجودة إنه بيكون مذكور على الموقع سياسة الاستبدال والاسترجاع. سياسة الاستبدال والاسترجاع. لازم يعلن على الموقع زي ما بيعلن في كل المحلات. حضرتك بتخش أي محل بيقول لحضرتك أنت تقدري تستبدلي أو تسترجعي المنتج في خلال 14 يوم أو في خلال 30 يوم حسب ما ينص القانون. فهو لابد من كل موقع أن هو يعلن
بشكل في مكان واضح في موقع الخاص بي نعم. عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وهل من ضمن الحاجات اللي بتعلن هل الاستبدال والاسترجاع من يتحمل مصاريف الشحن اللي تمت، طريقة الاستبدال والاسترجاع، هل العميل بيروح يودي السلعة مقر الشركة ولا هو بيطلب من الشركة بتبعت له شركة الشحن لاستلام المنتج نعم. والمدة المحددة لاسترداده الأموال اللي سددها. طيب. وفي حالة عدم التزام للموقع للكلام أن يعلن السياسة دي بشكل واضح أو يخالف ما هو معلنه على المستهلك التوجه إلى جهاز حماية المستهلك. طب مهم جدا برضو هذه النقطة أثرتها يا فندم، اللي هو البيع والشراء الافتراضي أو الإلكتروني بيحصل فيه مشاكل ممكن برضو تكون فيه شكاوى والاتجاه إلى جهاز حماية المستهلك. السؤال هو ما هي البيانات التي ممكن أن يرجع إليها جهاز حماية المستهلك؟ هل ممكن الاعتراف بالسكرين شوت مثلا، التشات، هل دي تعتبر قرائن أو تعتبر طيب إثباتات على عملية الخداع؟ خلينا نقول أنا اشتريت عن طريق موقع إلكتروني بيانات فيه واضحة، فأنا لما بعمل الشكوى بيطلب مني اسم التاجر، السجل التجاري، رقم السجل التجاري اللي هو المفروض ان هو يكون معلنه، ورقم البطاقه الضريبيه، تمام، وعنوان البائع. الحاجات التانيه اللي هي بقى البيع على جروبات الواتساب وجروبات الفيسبوك والكلام ده كله، الصفحات الاجتماعيه، ده مش تجاره الكترونيه، مش تجاره الكترونيه، دي مش تجاره الكترونيه، دي هي عباره عن عمليه تسويق. وانا ما بنصحش المستخدمين او المستهلكين ان هم يلجأوا، لازم حضرتك لما تشتري اشتري من شركه، اشتري من كيان واضح ومعلن ليه مرجعيه. انا شخصيا حصل معايا موقف في اشتريت حاجات اونلاين، ولما جات لي الحاجه اللي بيورد لي الاشياء رفض انه يعطيني الفاتوره، نعم، يديني فاتوره ضريبيه، رفض انه يدي لحضرتك فاتوره ضريبيه، قال لي لا هو الاذن بتاع التسليم، تمام، خدت الحاجه تمام واتصلت الاول، قال لي لا هنبعتها لك على الايميل. لما ما بعتتش على الايميل اتصلت بجهاز حمايه المستهلك، بلغت عن الشركه، وتواصلت معايا الشركه مره اخرى من خلال شكوى جهاز حمايه المستهلك، وجه استرد البضاعه بتاعته واداني فلوسي، نعم، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمه معاه. من جميل جدا، ولكن هو واقع لابد من الاعتراف به ان هذه التجاره الالكترونيه عبر بعض المواقع والصفحات الموجوده الغير رسميه هي موجوده ومنتشره بشكل كبير. يعني كيف يتم تقنين اوضاع هذه الصفحات وهذه الجروبس، يعني او الجروبات زي ما حضرتك شرط؟ تمام، مبدئيا الاعلان عن يعني النهارده مصلحه الضرائب وجهاز حمايه المستهلك مع بعض طالبوا الشركات زي فيسبوك والشركات اللي بيتم من عليها الإعلان إنه لابد عليه إلزاميا، وهنا بيلزم الشركة صاحبة المنصة بإن أي إعلان يتم الإعلان فيه عن تسويق أو ترويج أي منتج أن يذكر فيه السجل الرقم الضريبي. طيب مهم جدا برضو النقطة اللي حضرتك أثرتها دلوقتي، هل هناك نوع من أنواع البروتوكولات أو مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات بين جهاز حماية المستهلك أو الجهات المنوطة بهذا الأمر وبين الشركات الدولية الكبيرة كفيسبوك وجوجل وما إلى بالزبط ذلك؟ بالضبط بالضبط، وضح لنا أكثر. والشركات النهاردة زي ما حضرتك ذكرتي في خلال في الكام شهر الماضيين تم إرسال تعليمات واضحة، وتم إرسال إعلان تحذيرات كثيرة لكل من يعمل في مجال التسويق الإلكتروني، تسويق منتجاته إلكترونيا، إن هو عليه أن يتوجه إلى الجهات المسؤولة لتقنين أوضاعه، لاستلام رقم تسجيل ضريبي علشان خاطر يقنن أوضاعه، علشان لما يبتدي يعلن على الجروبات المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي لابد أن يذكر رقم التسجيل الضريبي. نعم. فحتى أنا بطالب الناس ديت، أكيد الناس اللي بتستخدم الجروبات التواصل والكلام دوت، مش هنقول إن كلهم بعضهم، يعني احنا في بعض منهم وحش والأكثر في الأغلب بيكون كويس. النهاردة الدولة مع قانون المشروبات الصغيرة ومتناهية الصغر قالت
دايما التخوف من الناس اللي النشاط بتاعها صغير بيكون التخوف من الضرايب. من الضرايب عشان خاطر يبقى الكلام فادم. يعني كيف يتم اخضاع مثل هذه التجاره الالكترونيه وهذه الصفحات الى منظومه الضرايب؟ صدر قانون من حوالي سنتين وحط مبلغ قطعي لهذه النوعيه من المشروعات اللي هي المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، وقال والله ان اللي بيبيع يعني اظن ان هي كانت تبدا القيمه الضريبيه السنويه من 1000 جنيه لحد 5000 جنيه. من 1000 جنيه حتى لحد 5000 جنيه. تقريبا اللي بيبيع ب 200000 جنيه بيدفع 1000 جنيه، انا مش متذكر الارقام بالظبط، واللي بيبيع مثلا بمليون جنيه بيدفع 2500 جنيه. لو عدى مبيعاته 5 مليون بيخرج بره اطار هذا المشروع، بره اطار هذا القانون. فالرقم النهارده ما بقاش ما هي نقطة مهمة، يعني بعد أصبحت يعني التجارة الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن مصدر للرزق عند الكثير بالزبط. من الفتيات والشباب. إيه هي الإحصائيات بشكل عام؟ يعني أنا ملاحظة إن ما فيش إحصائيات رسمية حتى الآن لهذا الأمر تحديدا. الإحصائيات اللي موجودة دائما للشركات اللي ليها مواقع معلنة ومسجلة في الإجراءات الرسمية للدولة، لكن البيع اللي هو اللي احنا بنسميه البيع الشخصي او اللي خارج اطار القانون الحالي غير معلوم الارقام بتاعته. احنا بنتكلم في اطار التجاره الرسميه، بنتكلم تقريبا في حدود 100 مليار جنيه سنويا، ده في اطار التجاره الالكترونيه الرسميه. طبعا ده رقم يعني بصراحه. احنا قبل كورونا كنا بنتكلم في حدود ال 20 مليار، هنتكلم في تقريبا 5 أضعاف ما كان قبل كورونا. جميل. طيب يعني أكيد في الفترة الأخيرة حضرتك لاحظت أن كان في جدل مثار حول إخضاع هذه الصفحات إلى منظومة الضرائب. تمام. الجدل ده مثار سببه إيه؟ هل سببه هو يعني الاعتراف بمنظومة الضرائب أو الخضوع من عدمه، أم آلية تنفيذ هذه الخطوة أو آلية تنفيذ الضرائب؟ التخوف، هو دايما التخوف. ما كانش الناس عندها فكرة عن القانون اللي بيقول إن احنا بنتكلم للمشروعات اللي هي اللي شغالة في الإطار الغير رسمي، لما يروح يعمل تقنين أوضاع وهيخش تحت إطار المظلة الرسمية، إن حجم الضرائب بالنسبة له حسب مبيعاته السنوية من 1000 ل 5000 جنيه. نعم. فالنهاردة الرقم ما بقاش كبير، دايما بيبقى التخوف، أنا ما عنديش إمكانية أن أجيب سيستم محاسبي، أنا ما عنديش كذا، أنا مش هقدر أعمل الحاجات اللي هي الأساسيات أي شركة. نعم. كان توجه الدولة لمحاولة لوضع تصور كامل، أو عشان نقدر نعمل إحصائية كاملة لشكل أو لحجم هذه التجارة. نعم. بأن يتم إعلان من البداية، أنت هتيجي تقدم هتبيع من صفر ل 200000 جنيه هتدفع 1000 جنيه ضريبة. تمام. هتبيع مثلا لحد مليون جنيه هتدفع 2500 جنيه ضريبة، هتبيع لحد كذا. خلاص النهاردة بقى النهارده اللي بيبيع عامل حسابه في شرائح معينه، عامل حسابه ان في نسبه 1% او 2% من اللي بيبيعه ده يحطه تحت بند رسوم الدوله، وده الشيء المنطقي عشان حتى يبقى في عدل بين اللي بيشتغل في اطار رسمي وقانوني وبيدفع التزامات الدوله والشباب الصغيرين. طيب في برضه سؤال بيطرح نفسه، حضرتك على اثر ازمه كورونا طبعا كان في نشاط غير طبيعي لمنظومه الالكترونيه لبيع المنتجات اونلاين، ولكن في سؤال، ربة منزل عبر صفحة معينة بتبيع منتج معين وأدرجت نفسها في منظومة الضرائب، في سؤال بيتقال أنا بدفع الضريبة مرتين، نفس المنتج بيصدر عليه ضريبة من تاجر الجملة الذي يقوم بدفع ضريبة على هذا المنتج، ثم تقوم هي مرة أخرى بدفع الضريبة على نفس المنتج من خلال تسويقها الإلكتروني، حضرتك ترد تقول ايه؟ لا، هو مش هي القصه مش كده، احنا احنا الضرائب اللي بتبقى محطوطه على المنتج اللي طالعه من عند التاجر هي ضريبه القيمه المضافه. القيمه المضافه دي لكن بالنسبه لها دي 14%، 14% دي على الكل يعني. دي مش وغالبا بيبقوا اللي واقعين في الشريحه دي. نعم. بيبقوا اقل، احنا حد التسجيل في ضريبه القيمه المضافه انه يكون مبيعاته تتعدى ال 500000 جنيه. ال 500000 جنيه سنويا. تمام. فمعظمهم ما بيروحش للشريحه دي.
النقطة الثانية الضرائب، احنا بنتكلم على النهاردة رقم مقطوع. نعم. النهاردة التاجر الجملة على الرد الآخر غير ضريبة، غير ضريبة القيمة المضافة، هو بيدفع ضريبة ضريبة الدخل، على الأرباح نفسه بالظبط. هو كسب بقى ما كسبش خسر، هو بيدفع ضريبة على دخله، ملوش علاقة بالضريبة على المنتج. هو نفس الكلام، علشان تخوف أصحاب المشروعات الصغيرة من رقم الضرائب وما كان يحدث في الماضي من تجاوزات من مأموري الضرائب بفرض أرقام جزافية، طبعا. والنهاردة الوزارة مشكورة، وزارة المالية مشكورة بتحارب هذا التوجه، بتقول لا، يعني أنا معترفة بما تقدمه لي. نعم. إلى أن يثبت عكس ذلك. يعني إن أنت بتقول والله أنا كسبت 100,000 جنيه، الضريبة بتاعت 22,500 جنيه، إلى أن يثبت العكس. لو ثبت عكس إن أنت لا، أنت كسبت أكتر من كده، أو أنت تلعبت، ساعتها بقى بنروح في الاتجاه القانوني، لكن أنا معترف بما تقولوا لي. جميل. وده إدى شوية طمأنينة للتجار اللي أوريدي اللي عندهم شركات. نعم. نرجع تاني للفئة اللي احنا بنتكلم عنها، اللي هي فئة ربة المنزل أو مظبوط الشاب الصغير، لأن ده فعلا واقع، ده فعلا احنا بنشوفه حوالينا في كل مكان. القصة بالنسبة له بقت معلنة. نعم. هتبيع بقد... وبرضه هو معترف بما يقدمه، هيروح يقول له في آخر السنة أنا بعت ب100,000 جنيه طول السنة، تمام، أدي 1000 جنيه الضريبة، شكرا، انتهى الموضوع. جميل. طيب، يمكن صدور قرار رقم 181 لسنة 18 فيما يتعلق تحديدا بالتجارة الإلكترونية، حضرتك شايف أن جهاز حماية المستهلك قادر في الوقت الحالي على حماية المستهلك بشكل كافي، خاصة فيما يتعلق بالصحة، الأدوية، مستحضرات التجميل؟ دي مهمة جدا يا فندم. من ضمن البروتوكولات اللي كنا بنتكلم عليها من شوية، إن طلب من أصحاب المنصات، الشركات العالمية، أصحاب المنصات التسويقية مبدئيا بمنع أي إعلانات تخص الأدوية. نعم. إلا من خلال شركات مرخص لها. فالنهاردة لو أنا بنزل إعلان عن دواء، أول حاجة هيحصل من المنصة أنها هتوقفه. بالظبط. تقولي لو سمحت ابعت لي المستندات اللي بتقول ان انت من حقك تسويق هذا المنتج، او انت المصنع لهذا المنتج، وان المنتج دوت يجوز بيعه، يعني بالمسمى بتاع اللي هو الاون شيلف، او انه اللي من غير روشته، الاون شيلف اللي هو على الرف، مظبوط، ان الدواء ده يجوز بيعه بدون روشته. تمام. اي دواء بيتباع بروشته لازم يذكر فيه ان شركات ادويه، الشركات الادويه حتى الكبيره، حتى مستحضرات التجميل كمان، في مستحضرات طبيه ومستحضرات مثلا تجاريه او تجميليه، بتعمل اعلانات موجهه للدكاتره، فبيتم ذكر، وده اجباري عليهم، ان هذا الاعلان موجه للاطباء او للصيادله، للاغراض التسويقيه الخاصه بالدواء للصيادله. نعم. وهكذا. فنرجع تاني للجزئيه ديت، هي دي في اطار ما كانش عندنا حاجه خالص. مظبوط فعلا. ابتدت الدولة من 2017-2018 تبتدي تصدر القوانين والاشتراطات. نعم. وبيتم التعاون بشكل مباشر مع أصحاب المنصات العالمية لفرض هذه الالتزامات عليهم تجاه المعلنين عندهم. نعم. طيب، في نقطة مهمة جدا، إن التجارة يعني الإلكترونية تندرج تحت منظور أوسع وأشمل، وهو الاقتصاد الرقمي. طبعا الاقتصاد الرقمي يمكن دلوقتي بيدير حوالي 12 تريليون دولار، وهو يعتبر قاطرة التنمية على مستوى الاقتصاد العالمي كله. تمام. إذا حبينا نتكلم يعني إلى أي مدى يمكن أن يساهم الاقتصاد الرقمي أو إدماج الاقتصاد الرقمي في المنظومة بشكل عام في الحد من عمليات النصب عبر التجارة الإلكترونية؟ زي ما ذكرنا، إحنا بنتكلم على التجارة الإلكترونية، سوق جديد. في تخوفات كتيرة من الناس، هتلاقي معظم الناس النهاردة التجارة الإلكترونية بمعناها الصحيح إن أنا أشتري من على الإنترنت وأدفع أونلاين على الإنترنت. نعم. إنه ما يحصلش أي تداول نقدي في عملية التجارة. ده بنسبة كبيرة ما بيحصلش دلوقتي للتخوفات اللي احنا ذكرناها، بيبقى العميل الآن إن الحاجة تجيله زي ما هو عايز. تمام. فدايما يفضل الدفع عند الاستلام، بحيث إن هو يتأكد إن المنتج جاله، يبص عليه يتأكد هو ده اللي أنا شاريه فعلا، عشان يدفع الفلوس. مع توجه الدولة والشمول المالي، ابتدت نسب السداد عبر القنوات الإلكترونية
بيزيد، وده اللي احنا وده اللي الدوله المفروض والتوجه العالمي كله ان احنا نروح له، ان احنا يتم تقليل التعامل النقدي، التعامل اللي بالفلوس النقديه الكاش يقل، ونتجه الى المدفوعات الالكترونيه لحاجات كتيره لضمان، لان دي احد ادوات الاثبات في عمل، يعني لما بيكون في مشكله كبيره مع جهاز حمايه المستهلك. نعم ماشي، انا رايح اشتكي، فمن ضمن ادوات الاثبات انت دفعت ازاي، او في اثبات ان انت دفعت. لا انا اثبات ان انا دفعت اهوت، دي رقم المعامله من البنك، تاريخها، توقيتها، ومدفوعه لمين، عشان نقدر، دي من احد ادوات الاثبات اللي لما يبقى محتاج ان انا اوصل للتاجر دوت ومش عارف اوصل له، بيتم الوصول ليه من هذا الايه، من هذا الاتجاه. فاحنا مع زياده التحول الرقمي، مع زياده الشمول المالي، ايه هيبتدي يزداد الثقه، لان احنا رايحين في التوجه ان هتزيد التجاره الالكترونيه، وهكذا هيقل في الفتره القادمه طبعا، وهيقل التجاره العاديه اللي هي فيس تو فيس او عن طريق التجاره المباشره. طيب احنا برضو عارفين كلنا ان ربما الاجراءات الاحاديه دايما ما بتكونش كافيه، خاصه في مواجهه الازمات والتحديات الراهنه، ودايما مصر سباقه في الاندماج او التعاون مع بعض الكيانات الدوليه والعالميه. حضرتك شايف انضمام مصر او انها تعقد نوع من الاتفاقيات مع بعض الكيانات زي مجموعه السبعه جي 7 او مجموعه العشرين جي 20 او مثلا منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه اللي فيها 130 دوله، الى اي مدى يمكن برضو ان يساهم في حل مشكله التجاره الالكترونيه؟ بالطبع احنا كان يعني ما ذكرتيه يتم، وده بيتم في الوقت الحالي مثلا من تعاون من اتفاقيات تعاون كبيره جدا جميل بتتم بين هيئه البريد والجهات الخارجيه، نعم، عشان لتسهيل عمليه التجاره الالكترونيه العالميه. سواء انا، لان احنا مطلوب من الشباب اللي كنا بنتكلم عليهم طبعا، هو ما يعتمدش النهارده، احنا عندنا منتجات كتيره جدا ممكن يتم تسويقها خارجيا بس مش بحجم التصدير، ان انا بصدر كونتينر او لا، ممكن يبقى في ناس اللي محتاج منتج معين من مصر، هو شخص اللي محتاج بعمل له شحن للخارج، يتعمل له شحن مباشر. هيئه البريد مضت اتفاقات كتيره مع هيئات مماثله في دول كثيره لتسهيل عمليه التجاره الالكترونيه للافراد من خلال المنصات العالميه المختلفه. نعم، طب هذه الاتفاقيات تضمن ايضا اليه اخضاع هذه التجاره الالكترونيه الى منظومه الضرائب؟ ما هو الاتفاق، هو في الاخر انا بس دي برضو يعني من ضمنها بند الضرائب، او بيبقى مهم في هذه الاتفاقيات. بالظبط، لان حضرتك انت لما النهارده بتروحي تصدري حاجه عن طريق البريد، هو بيسال الحاجه ديت ايه، دي هل هديه، انا ممكن ابعت لحد هديه، مش شرط انها تكون بيع، وبيتم متابعه الكلام دوت. لو انا في الاخر، لو انا قاعد عمال ابعت هدايا للعالم كله، فهنا النهارده برضو بقع تحت طائله ان انا الكلام اكيد مش منطقي. نعم، فبيتم مع منظومه التحول الرقمي ومنظومه الشمول المالي بيتم دراسه هذه الحالات. والصح طبعا ان انا بحط المنتج بتاعي مع الفاتوره بتاعته لاكمال المنظومه كامله. نعم، علشان خاطر لو السلعه اللي انا باعتها ديت، ودي حفاظ، دي اتفاقات الدوليه بقى، حفاظا على حقوق الدوله الاخرى في تحصيل مبلغ الجمارك المظبوط، فلازم يطلع المنتج من هنا من خلال فاتوره عليها البيانات الضريبيه وعليها البيانات التجاريه، عشان تكتمل المنظومة بشكل لائق. مش بنتكلم على مصر بس، هنتكلم يخدم المستهلك في النهاية. أكيد طبعا موضوع مهم جدا هنستكمل الحديث فيه، ولكن بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى، استنونا. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، نستكمل حديثنا حول التجارة الإلكترونية مع المهندس تامر محمد، سكرتير عام الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية. أهلا بحضرتك مرة تانية يا فندم. الحقيقة يعني يمكن نستكمل حديثنا عن التجارة الإلكترونية. يقال أن هناك دايما تفاوت بين حجم ونوع الشركات وبين حجم الضرائب، هل فعلا الكلام ده مظبوط؟ طبعا. احنا الضرايب عندنا زي ما ذكرت في الجزء الاولاني اللي هو بتتفاوت، الصغيره ومتناهيه الصغر بيبقى ليها ارقام قطعيه،
من 1000 ل 5000 جنيه حسب حجم المبيعات بتاعته. ده بالنسبه للشركات والافراد يعني مش شرط. ما هو يعني الافراد حتى اللي بيعمل في يمتهن مجال التجاره الالكترونيه عليه انه يذهب الى مصلحه الضرائب ويقوم بتسجيل واخذ رقم تسجيل ضريبي علشان يقدر يقنن وضعه. لو اتكلمنا على الشركات الكبرى مثلا، احنا بنوصل تصل نسبه الضرائب عندهم ل 22.5% من اجمالي الربح اللي بيحققه بعد مصاريفه و... نعم. فلا طبعا النسبه احنا بنتكلم في الشباب الصغيرين، بنتكلم في نسبه 1% 2% 3% بحد اقصى، وبتصل في الشركات الكبرى الى 22.5. واظن في نسبه 25 على ارقام اعلى، يعني مش حافظ، بس احنا بنتكلم في الرين يعني في الحدود ديت من 22.5 ل 25%. طيب يعني ربما برضو يرى البعض يا فندم ان في الفتره دي يكون الافضل هو التحول من التكليف الى التحفيز، بمعنى ان يكون هناك حافز للمسجلين طواعيه اللي يقول انا عايز اسجل، انا بتاجر الكترونيا وانا عايز اسجل في منظومه الضرائب، ممكن نديهم بعض التسهيلات وبعض الحوافز زي مثلا الاعفاء الضريبي لمده عام، زي مثلا بعض الخصومات، اعفاء نسبي يعني وما الى ذلك. ايه راي حضرتك يا فندم؟ اكيد طبعا ده شيء مهم، وهو اوريدي القانون كان بيقول ان اللي بيشتغل بشكل غير قانوني وراح طواعيه سجل نفسه في مصلحة الضرائب، أول ميزة بياخدها إن عفى الله عما سلف. جميل جميل، يعني خلاص اللي فات مالناش دعوة، إحنا بنتكلم، إحنا ولاد النهاردة طبعا، بنتكلم من النهاردة. ودي كانت من ضمن التخوفات، إن عدد الناس اللي أوريدي اشتغل بقاله سنتين ثلاثة وخايف يروح للضرائب، يقولوا تعالى هو أنت بقالك سنتين ثلاثة بتعمل إيه؟ بقالك أربع خمس سنين بتعمل إيه؟ فكان ده كان من ضمن الحوافز المهمة، تعالى ما تخافش يعني أنت وانس إن أنت يعني أو وقت ما أنت جيت وقلت أنا طواعية انا بأقر ان انا بأتاجر في التجارة الالكترونية او عندي مشروع صغير ملوش حتى دعوة بالتجارة الالكترونية، ان خلاص مالناش دعوه باللي فات، احنا بنتكلم من النهارده. جميل. طيب يمكن انا في احصائيه عندي بتقول ان هناك الان دراسه في مجلس النواب حول الزام الشركات العالميه زي فيسبوك زي ما قلنا ويوتيوب وجوجل وما الى ذلك بامداد الحكومه بالبيانات الصحيحه حول العاملين في مجال التسوق الالكتروني. المتوقع يا فندم بقى على وجه التحديد ان تكون النسبه كام؟ يعني في البعض بيقول انها من 15.5% ل 18%، مدى دقه هذه الاحصائيه؟ من 15.5 ل 18 من ايه؟ من قيمة الدخل. من قيمة الدخل القومي؟ وهل هي هتبقى، لا قيمة دخل الفرد او الشركة، يعني هو وهل هي برضه نقطة مهمة، يعني انا بتكلم سواء دخل يعني ضريبة مضافة او ضريبة دخل. لا هو في احنا مصر من ضمن الحاجات كنا دخلنا في اتفاقية في فرض ضريبة قطعية على الشركات العالمية 15%. 15%. 15% بالظبط. دي اللي كانت علشان خاطر يعني يتم حسم الجدل، وما كانش منطقي برضو ان الشركات دي بتاخد مليارات الجنيهات من مصر، لان احنا توجهنا كله، معظم الشركات الكبرى والمتوسطه والصغيره والافراد معظم الصرف بتاعهم في التسويق بيكون من خلال هذه المنصات. ما صحيح فعلا، ومش منطقي ان دي تبقى موجوده وبتطلع الفلوس مباشره من مصر لبره بدون ما الدوله تاخد ضريبه. الدوله حق الدوله طبعا. فمصر تعاونت في الاتفاق، اظن كان في اتفاقيه الدول العشرين، ان فرض ضريبه قطعيه على الشركات مبلغ 15% من اجمالي دخله من الدوله. جميل جميل. فدي طبعا من ضمن ال طيب الضريبه يا فندم بتكون لو حبينا، طبعا احنا عارفين ان من خلال مثلا يوتيوب او كده بيبقى في اعلانات، هل الضرائب برضو بتشمل الاعلانات ولا فقط اللايك والشير وما الى ذلك؟ لا الضرائب بتبقى على ما يتم صرفه. على ما يتم صرفه. طب لو في اعلانات يا فندم، ما هو في اعلانات دي تعتبر دخل برضو في حد ذاتها. دي اعلانات مدفوعه بتدفع للشركه جوجل او يوتيوب، وبيتم اقتسام هذه المبالغ اللي دفعت للمنصات بين صاحب القناه اللي ظهر عليها الاعلان بالزبط. وبين اليوتيوب. النهارده يوتيوب اوريدي خلاص تم التطبيق عليها ضريبه ال 15%. نعم. يتبقى مين؟ يتبقى صاحب القناه اللي هو من ضمن الناس المطالبين بالتوجه الى مصلحه الضرائب. جميل. لسداد. وهنا الموضوع بالنسبه للفئه ديت الموضوع سهل.
سهل بمعنى يا فندم. انا عندي قناه يوتيوب اخر كل شهر بتبعت لي كشف الحساب. تمام. تقول لي والله احنا تم تحويل $1,000 على حسابك في البنك. فالنهارده بقى سهل ان هو يروح يثبت للضرايب والله دي التحويلات اللي جات لي طول السنه من يوتيوب شهر يناير كذا فبراير كذا مارس كذا ما فيهاش تلاعبات. ويقدر والله انا الطول اللي خدته من السنه 10 قروش انا بصرف قد كده عشان التصوير علشان المونتاج بتاع الماده اللي انا بعلنها ما وما الى ذلك وتم تقدير رقم من الدخل دوت تحت حساب المصروفات وبيسدد الضريبه عن الجزء الاخر. تمام. طيب في العقد الاخير او اخر 10 سنوات ظهرت طبعا الصناعات الالكترونيه بشكل كبير منها طبعا تقريبا عامين ازمه كورونا وبالتالي ظهرت ايضا العديد من التطبيقات الالكترونيه يمكن يقال برضو ان تقريبا كان 90% منها غير رسمي. تمام. حضرتك شايف حجم التجاره الالكترونيه بشكل عام بقى يعني بنتكلم على الموضوع بشكل عام قد ايه في مصر؟ ما حد يعني فعليا ما حدش يقدر بس يعني بعين الخبر يعني احنا بنتكلم في 100 مليار جنيه. 100 مليار ده رقم ضخم جدا يا فندم تقريبا يعني 100 مليار جنيه حجم التجاره الالكترونيه من بعد كورونا زي ما ذكرنا كانت 20 وطلعت ل 100 مليار ده حجم التجاره الرسمي. اتوقع ان يكون حجم التجاره الغير رسمي 50% من الرقم ده. 50%. تمام. طيب لو حبينا نتكلم عن فرص نجاح بقى التجاره الالكترونيه يعني الى اي مدى نقدر نقول ان هذه التجاره الالكترونيه ناجحه؟ يمكن بيقال ان في تناسب عكسي ما بين السوق ومعدل النمو بمعنى ان كل ما كان السوق صغير او قليل كل ما كان معدل النمو اكبر. تمام. يعني الى اي مدى تتفق مع هذا الطرح؟ مع التجاره الالكترونيه كل ما السوق كبر كل ما حجم التجاره بقى اكتر. بقى اكتر بالظبط. مش لكل ما السوق صغر يعني انا مثلا انا متميز فقط في حاجه معينه فانا متحكم او محتكر في السوق فانا طبعا حجم تجارتي هتبقى اكبر اللي انا فاهماه. لا احنا هنا طبعا احنا بنتكلم احنا برضو من ضمن الحاجات اللي صدرت في الفتره اللي فاتت من ضمن قوانين الممارسات الاحتكاريه. نعم. وده تم منعه يعني تم طبعًا. منعه وتجريمه في القانون المصري. احنا كسوق لا بالعكس احنا 100 مليون احنا طول يعني احنا عندنا يعني احنا ايه مستهدفين من الشركات العالميه. احنا لو ذكرنا الثلاث شركات الكبرى اللي موجوده في مصر ماشي مش هنقول اسمائهم بس بتجني كلهم ارباح غير طبيعيه من مصر لوحدها الحقيقه كلهم مش يعني الملكيه بتاعتهم مش مصريه يعني احنا هتلاقي اللي امريكي هتلاقي اللي صيني هتلاقي اللي من جنوب افريقيا. فاحنا كسوق مستهدف وده اللي احنا بنحاول يعني نوصل له من خلال الاتحاد العام للغرف التجاريه واتحاد الصناعات بايجاد منصه مصريه. طب ده جميل جدا يا فندم. يمكن كان برضو في بعض الاحصائيات بتقول ان تقريبا معدل النمو 33%. هل حضرتك شايف ان ده مناسب للسوق المصري حاليا؟ طبعا يعني مناسب. احنا بعد الطفره اللي حصلت في التجاره الالكترونيه في خلال اخر عامين احنا زدنا 5 أضعاف. فاحنا النهارده كنا يعني لو كنا بنتكلم نفس الكلام دوت في 2019 الامر مختلف قبل تماما. قبل كورونا كنا بنتكلم في 20 مليار مزبوط. وبنستهدف زياده من 10 ل 15% من 10 ل 15% فقط. احنا مع جائحه كورونا الرقم ضرب في 5 طلعنا من 20 ل 100 وبنتكلم في زياده 33% مستهدفه في 22 عشان نوصل ل 133 مليار. جميل. في حين ال 33 مليار دول اكتر من ال 20 مليار اللي كانوا موجودين من سنتين. طبعا طبعا. فاحنا بنتكلم في طفرات ضخمه جدا وتتناسب مع مع كبر حجم التجاره اللي وصولها ل 100 مليار 33 دي نسبه عاليه جدا. جميل. طيب من وجهه نظر حضرتك وبعين الخبير كده ايه هي اهم القطاعات النشطه في مصر في مجال التجاره الالكترونيه؟ اهم القطاعات النشطه الاجهزه الكهربائيه. الاجهزه الكهربائيه طبعا. لانها هي اكتر حاجه الواحد بيبقى انا بشتري تلفزيون الماركه الفلانيه فخلاص فانا هتجيلي نفس ما بيبقاش فيها احتمالات كبيره في انها ما تكونش موثوق منها. بالظبط.
التجارة، ويجي بعدها بسبب قصة جائحة كورونا وتطبيقات التوصيل للمنازل المنتجات الغذائية اللي برضو اللي معروف أنا بشتري إزازة الزيت الماركة الفلانية أو علبة زبادي البراند الفلاني، فهم دول أكتر حاجتين. يجي بعدهم الملابس، ودايما الملابس ما بتبقاش يعني فيها مشاكل في قصة شال المقاسات والألوان، ببقى أنا شايف اللون على الشاشة حاجة وعلى الطبيعة مختلف، غير المقاسات برضو بتختلف بالضبط. وحصل من كثير من الشركات انها أعلنت أن أنت من حقك تبص على الحاجة قبل ما تستلمها، عشان لو مش عاجبك رجعها، أو لو مش زي ما أنت كنت شايفها على الشاشة تقدر ترجعها. طيب احنا يمكن دايما عندنا في قناتنا قناة مصر الزراعية تحديدا دايما بيكون لنا رؤية، وبرنامج مصر كل يوم دايما يعني بنحاول ان احنا يكون لنا رسالة. عايزين نتكلم كده، لو حابب اي شاب او فتاة يعمل بيزنس او يعمل نجاح من خلال التجارة الالكترونية، ايه هي تحديدا منطلقات التفكير واليات التنفيذ اللي المفروض ينتهجها؟ جميل. مبدئيا يدور على حاجة مميزة، حاجة مش موجودة، نعم، لتسويقها على شبكة الانترنت. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، يعلن بوضوح وصراحة المواصفات الحقيقية لهذا المنتج. قبل كل ده طبعا ياخد الإجراءات الرسمية لوجوده على صفحات الانترنت عشان ما يقعش تحت طائلة، نعم، القانون. أهم حاجة الجودة والالتزام مع المستهلكين، لأن هي بنفس زي ما بيقولوا كده الورد اوف ماوس، أو دايما الواحد بياخد الثقة أو بياخد الضمان الزباين بتوعه. لو حد في يعني حتى من ايام زمان اشتري من المحل الفلاني عشان مظبوط، الخبره المجتمعيه بتيجي من خلال الاصدقاء والاصحاب والخبره السابقه طبعا. فنفس الكلام انا بشوف في ايد حد زميلي، حد اعرفه حاجه، ايه جايبها منين؟ جايبها من الصفحه الفلانيه. في حين ان انا لو الحاجه جبتها وما طلعتش كويسه هخش اسيب فيدباك على الصفحه اللي هو ما يقدرش يمسحه. جميل. إن لا أنا ما كانش تجربتي جيدة. طيب ننزل شوية كده بقى على أرض الواقع ونتكلم كده بشكل أبسط شوية للمشاهد. السوق قبل المنتج ولا المنتج قبل السوق؟ بمعنى لو أنا عندي مثلا سوق معين، عندي السوق بتاعي أو المجتمع بتاعي عنده قدر كبير من السمنة مثلا، يعني المفروض ان ده السوق بيحتم عليا بقى ان انا اعمل مثلا وجبات صحيه يتم توصيلها الى المنازل تعويضا عن الجانك فود مثلا. ده افضل ولا برضو شايف حضرتك ان ممكن يكون المنتج قبل السوق؟ بمعنى ان انا اشوف انا مثلا كانسان عندي موهبه معينه في التدريس، عندي موهبه في الغناء في التمثيل، وبناء عليه انا بفرض نفسي على السوق. يعني هو محتاج الاثنين، يعني ما نقدرش نقول مين قبل مين. الاثنين مهمين. الاثنين مهمين. تمام. لان انا ممكن ابقى متميز في حاجه، يعني في حاجه، بس الحاجه اللي انا متميز فيها ملهاش صدى عند الناس، صدى عند الناس، او ملهاش احتياج عند الناس. فانا محتاج قبل ما اخش ابتدي ادرس. طيب. السوق، اشوف الحاجه مين المنافس ليا، مين المنتج المسيح. نقطة مهمة يا فندم، ان احنا برضو نبحث في اسواق كبيرة او ضخمة وممكن يكون فيها منتجات ما فيش فيها رواج عندنا، احنا نجيبها وندخلها، يعني دي برضو في نفس السياق. او لو انا من الناس، يعني لو انا سيمة من سيوة ولا من اي مدينة من المدن اللي عندها منتجات خاصة بيها، وفعلا لما احنا بنشوفها بننبهر بيها بالظبط، اقدر اشوف الكلام دوت واوجد وسيلة آمنة لتوصيل المنتجات ديت، وابتدي اصور بشكل كويس، ابتدي اعرض المنتج بشكل جيد، يدي يعني يوصل ابهار جمال المنتج للمستهلك وبدون تزييف للحقيقة، علشان اشتغل عليها. لان في مننا كتير انا بنشوف حاجات منتجات مثلا ما بنقدرش عشان اجيبها لازم ابقى اكون في اسوان مثلا بتبقى كل منطقه او كل جهه متميزه في بالزبط نوعيه بالزبط معينه من المنتجات. بنشوف المعارض اللي بتعملها مظبوط، الصندوق الاجتماعي في الحرف اليدويه والكلام ده كله، خلينا نشتغل في الكلام دوت. الكلام دوت مقيم جدا داخليا وخارجيا.
طيب ايه راي حضرتك برضو في استخدام بعض او اللجوء الى شركات التنبؤ الالكترونيه؟ في بعض الشركات بتتنبأ بوجود بعض المنتجات خلال المرحله القادمه والتعرف على الاتجاهات المستقبليه. انا شايف مثلا السوق بعد سنه او اتنين انا شايف ان هو ممكن يحتاج كذا، فابتدي انا اعمل تارجت عندي او هدف واركز على هذا المنتج. طبعا الشركات دي بتبقى صارفه ارقام البريدكشن يعني بتبقى صارفه ارقام كبيره جدا تمام على هذه الدراسات. واكيد طبعا من ضمن الحاجات اللي انا محتاج ان انا ادور، زي ما بننصح حتى الشباب الصغير اللي داخل الجامعه، جميل، روح بص شوف الوظائف المستقبليه. مظبوط مظبوط، فهو فعلا. بنفس القصه، لو طبعا لو الحاجات دي متاحه للاشخاص اكيد تبقى حاجه مهمه ان هو يبقى شايف المستقبل رايح فين، الاتجاه رايح فين. الحياه هو موضوع واسع جدا أكيد. ومتشعب، ومحتاجين حلقات وحلقات عشان نغطيه، ولكن عفوا لضيق الوقت اشكرك جزيل الشكر المهندس تامر محمد، سكرتير عام الشعبه العامه للاتصالات والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجاريه. ان شاء الله يكون لنا لقاءات ثانيه نستكمل فيها الحديث عن هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، التجارة الإلكترونية بالتأكيد دائما تحت المجهر، فمن اختار التجارة الإلكترونية لتكون مصدر للرزق بالتأكيد ولا محالة سيخضع للمنظومة الضريبية، وسيضاف أيضا في النهاية هذا إلى الاقتصاد القومي المصري الذي هو أيضا في النهاية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي. مشاهدينا الكرام، معدنا بكرة إن شاء الله من 7-9 برنامج مصر كل يوم. تحياتي وتحيات فريق البرنامج، كنت معكم أنا رانيا البليدي، إلى اللقاء.